وقالت رحمة حمدان من المجلس النرويجي للاجئين إن البرنامج يزود اللاجئين السوريين بأنواع مختلفة من التدريب المهني، بما في ذلك أعمال الحلاقة والحدادة ومهارات الكمبيوتر والخياطة. برنامج كتير اكيد مهم، لانه هو برنامج تدريب مهني في النهايه، وهو اللي رح يعطيهم السكيلز انه يكون في ايدهم صنعه او مهنه زي ما بنحكيها، منها يقدروا يستفيدوا فيها، يعني يعملوا فيها لهم شيء، او يقدروا حتى ليتر اون ان شاء الله، بس يرجعوا دائما بنحكي لهم تبنوا البلد بمهنكم اللي معاكم.